السلام عليكم لبنات، كنتمنى تكونوا بخير على خير وفي احسن الاحوال والصحه ديالكم مزيان. وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو ديال اليوم، ومرحبا بكم في فيديو جديد ووصفه جديده. البنات اللي اول مره كيشوفوا الفيديو ديالي وكيشوفوا القناه ديالي، فما تنساوش تشاركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا باي فيديو جديد حطيته على القناه ديالي. ومرحبا بالجميع. اليوم البنات غدا نشارك معكم وصفه رائعه لعلاج جميع مشاكل الشعر. البنات اللي الشعر ديالهم كيتساقط، الشعر ديالهم ما كيطولش، الشعر ديالهم ناشف او لا حرش، هاد الوصفه هذه البنات كترطب الشعر، كتطول الشعر، تنبت الفراغات، تعالج الصلع، وتوقف تساقط الشعر بصفه نهائيه. وصفه اللي مجربه ومضمونه، كتعطي واحد النتيجه اللي رائعه. غدا نحتاج في هاد الوصفه هذه الحلبه، فالحلبه البنات رائعه في ترطيب الشعر، كتطول الشعر، كتوقف تساقط الشعر، وتعالج الصلع. كما كتلاحظ هنا البنات خديت جوج معالق كبار ديال الحلبة وضفت لهم كاس كبير ديال الماء، فغدا نخليهم ليلة كاملة. وضروري البنات ما تكونوا غاسلين الحلبة قبل. انا البنات راه ضروري ملي كنشري الحلبة كنغسلها وكنخليها حتى كتنشف عاد كنجمع، يعني ضروري ما تغسلوا الحلبة. هنا البنات من بعد ما دازت ليلة كاملة كما كتلاحظوا معايا، فكناخذ الحلبة وغدا نصفيها. وصدقوني البنات هاد الوصفة هذه رائعة، كتعالج جميع مشاكل الشعر وبمكونات لي طبيعية وفي متناول الجميع. واهم حاجة ان هاد الوصفة هذه كتعطي واحد النتيجة اللي رائعة. غدا ندوز باش نكمل معكم التحضير ديال الوصفة. هنا البنات من بعد ما صفيت الحلبة غدا نبدا نضيف ليها الزيوت. ماشي ضروري تستعملوا هاد الزيوت اللي استعملت انا، اي زيوت متوفرين عندكم في الدار ديال الشعر يمكن لكم تستعملوهم. فغدا نضيف زيت الكوكو او زيت جوز الهند، ضفت تقريبا نصف كاس زيت جوز الهند. البنات راه رائع في ترطيب الشعر وكيطول الشعر. غدا نضيف زيت الافوكا، كما كتعرفوا البنات زيت الافوكا راه رائع في ترطيب الشعر، كيطول الشعر وكيوقف تساقط الشعر. ضفت جوج المعالق ديال زيت الافوكا، غدا نضيف زيت ارغان، فغدا نضيف ملعقه من زيت ارغان. وغدا نضيف زيت الخزامه، فزيت الخزامه البنات كيغطي لينا على الريحه ديال الحلبه. وهاد الوصفه هذه راها مجربه ومضمونه والنتائج ديالها رائعه، وغادي تلاحظوا الفرق من اول استعمال. فضفت جوج المعالق ديال زيت الخزامه وكنخلط مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم، كنفرغ هاد الخليط هذا في الخلاط الكهربائي كما كتلاحظوا معايا، وغدا نطحن مزيان هاد المكونات مع بعضياتهم ورجع لعندكم. هنا البنات من بعد ما طحنت هاد المكونات هادو في الطحال الكهربائي، غدا ناخذ قرعه ديال الزاج اللي تكون كتسد مزيان، كنفرغ فيها هاد الخليط هذا، وغدا نضيف نصف كاس من زيت الذره. يمكن لكم البنات تستعملوا زيت الزيتون، وكما قلت لكم تقدروا تستعملوا اي زيت متوفر عندكم في الدار تقدروا تستعملوه، ماشي ضروري تستعملوا الزيوت اللي استعملت انا. الا كان متوفر عندكم زيت اللوز تقدروا تستعملوه، فحتى هو راه رائع في ترطيب الشعر. كما كتلاحظوا معايا غدا نضيف زيت الذره وكنخلط مزيان هاد المكونات هادو مع بعضياتهم. بالنسبه لطريقه الاستعمال ديال هاد الوصفه هذه، فهاد الوصفه هذه البنات ملي تكونوا غادي تغسلوا الشعر ديالكم كدهنوا الفروه ديال الشعر ديالكم بهذا الزيت هذا اولا بهذا الخليط هذا. تقدروا البنات تصفيوا هاد الخليط هذا، يعني ملي كدوز تقريبا 3 ايام او 4 ايام تصفيوا هاد الخليط هذا وتحتفظوا فقط بالزيت، او لا تقدروا تخليوه، يعني تخليوا هاد الخليط
وتستعملوا الشعر ديالكم ماشي مشكل، فكتدهنوا الفروة ديال الشعر ديالكم، كتخليوا هاد الوصفة هذه في الشعر ديالكم ساعة، من بعد كتوصلوا الشعر ديالكم مزيان. الوصفة البنات كتعطي واحد النتيجة رائعة، كتطول الشعر، كتوقف تساقط الشعر، تنبت الفراغات وتعالج الصلع. فكنتمنى انكم تجربوا هاد الوصفة وتستافدوا منها، ونخليكم على خير ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.